بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم عن بعض حاجات كده بتهم كل الناس، والمرض اللي احنا نقيته هو مرض الحساسية، واعتقد مرض الحساسية ده بيهمنا كلنا، واي عيلة بيبقى فيها حساسية انف، حساسية جلد، حساسية صدر، حتى النزلات الشعبية اللي بتجيلنا في الشتاء بيبقى فيها تاتش كده ايه حساسية. طيب ايه مسببات الحساسية، وبعد كده كيف نقي نفسنا من الحساسية؟ اهم حاجة في الحساسية انه الروائح النفاذة، لان هو ده سبب رئيسي لموضوع الحساسية. يعني انا في البيت ولادي عندهم حساسية، يبقى المفروض ما دخنش، يبقى المفروض الام لما تيجي تعمل النظافة بتاعة البيت، الفينيك والكلور والديتول، الحاجات دي تعملها والولاد مال في المدرسة، ما ينفعش تعملها وهم موجودين ويشموا الحاجات دي ويجي لهم التاب، بنسميها أزمة، ما ينفعش الكلام ده. واحنا ماشيين في الشارع طبعا كل الغازات والحاجات دي موجودة، وتلاقي الأتوبيس ماشي، السيارة صديقة للبيئة، وانت ماشية وراها وتلاقي ضالع عليكي عفرة وترابة، مش عارف يعني الكلام ده غريب جدا يعني. طيب يبقى ده الروائح النفاذة. ايه تاني؟ دايما في فترة الربيع اللي احنا فيه بقى تلاقوا حبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي بتسبب حساسية في الخارج، بتبقى عملية صعبة جدا، سواء في امريكا او في بلاد زي هولندا، كنا في هولندا في مؤتمر الامراض الصدرية الاوروبي، تمشي تلاقي الشجر في كل حتة وحبوب البولنز دي، حبوب اللقاح عمالة تنزل، ويعني الاولاد والبنات ماشيين بقى هاتشيم هاتشيم. فهنا بقى حكومتنا الرشيدة تنبهت إلى هذا الخطر الداهم على الشعب المصري، قطعت الشجر كله عشان ما حدش يبقى عنده ايه مشكلة في حكاية حبوب اللقاح ده هي. بس طبعا احنا بنسف تراب بقى، دي حاجة تانية يعني، معلش يعني. حاجات تانية، في حاجات بقى بالاكسبيرينس كده وانت قاعدة في العيادة بتكتشفيها، يعني بتلاقي أمه معاها ابنها أو بنتها، وبعدين اقول لهم والله عندها حساسيه، طيب يتقبلوا الامر، طب يعني خلاص بقى انا مش هلعب ابني بقى الرياضه، كان بيلعب رياضه هبطل. ليه تبطلي رياضه؟ ما هو عنده حساسيه ما ينفعش يلعب رياضه. لا، مين قال كده؟ لما الواحد يبقى سخن ما بيروحش المدرسه، لما الواحد بيبقى عنده ازمه ساعتها ما يلعبش رياضه، لكن ان بتوين ما بين الازمات ده يلعب رياضه. بالعكس دي بتقوي المناعه وبتقوي العضلات وبتقوي الخلايا الإلستيكية بتاعت الرئتين، هام جدا الرياضة. بالعكس ده احنا بننصح اللي بيلعبش رياضة يلعب رياضة، ويلعب سباحة، ويلعب كل حاجة عشان ايه يقي نفسه من الحساسية. حاجة تانية لاحظتها برضو في البراكتس بتاعي في سواء في العيادة او المستشفيات، الاكل. اقول لها الام، دايما الام هي اللي بتبقى مهتمة، الاب بيبقى قاعد ساكت. ام إيه والله بقى ايه يعني انت عندي حسي خلاص بقى انا كده مش هاكله بقى لا سمك ولا لبن ولا بيض. ليه؟ كلنا طبعا عارفين الكلام ده، مفيش واحد يجيله برد يجيله حساسيه ما ياكلش سمك ولبن وبيض. طب مين قال لك؟ الله بيقوله. طب ما خلي اللي بيقوله دول يعالجوكي بقى. مفيش حاجه عندنا كده في الكتب. احنا بنمنع لو في حاجه معينه حضرتك اديتيها لاولادك وحصل منها حساسيه امنعيها، لكن ما فيش حاجة أمنع عن الطفل لبن وبيض يبقى هاكل إيه؟ ما ينفعش. إحنا بنمنع الحاجات المحفوظة اللي فيها سترات وبنزوات، ودي اللي بتسبب فعلا حساسية، ودي الحاجة المثبتة الدوكيومنتد في الكتب، السترات والبنزوات. يعني إيه؟ يعني الكياس بقى اللي فيها يعني مش عايز أقول أسماء، لكن الشيبسي والبوز والكاراتيه والبتاع والحاجات دي كلها والجهينة كل دي حاجات محفوظة. عايزة تشربي ابنك عصير اعملي له اعصري له زي زمان عصاير طازة عشان العيال تطلع مصححة. فدي بالنسبة لموضوع الأكل. الحاجة برضو اللي أنا لاحظتها في شغلي على مدى السنوات موضوع الحيوانات، مش الحيوانات يعني فيل وأسد، حيوانات اللي هي في البيت. في ناس بتربي قطط، في ناس بتربي كلاب، في ناس بتربي هامسترينجز، في ناس بتربي فيران، كل واحد بقى وذوقه. فتيجي تقول لها عندك حساسية، تقول لها ممنوع بقى اي بي سي بتاع او الف ب بتاع الحساسية، ان ما يبقاش فيه حيوانات في البيت. الله، ده القطة بتاعتنا، ده احنا الاولاد بتعشقها، دي بتنام في حضني، ده انا ما اقدرش. لا يا بنتي، يعني يا ست الكل كده ما ينفعش، ما ينفعش.
يعني يا القطه يا بنتك، تقعد تفكر بقى القطه ولا بنتي، البتي ولا القطه، مشكله عندها هتضحي ببنتها عشان خاطر القطه، مش معقول يعني. فكل دي مسببات للحساسيه احنا بنبقى يعني ايه بنلاحظها، ودي الاسئله المعتاده في العيادات المختلفه. في حاجات بقى بتبقى زي حاجه بنسميها الجرد، الجرد ده اللي هو الارتجاع، ارتجاع المريء. كل الشعب المصري يعاني من ارتجاع المريء، لان احنا بناكل اكل غير طبيعي. يعني دلوقتي تشوفوا المجمعات الاستهلاكيه والمجمعات الاكل طبير عليها، كله نازل يشتري كوام رز وكوام بتاع بتوع الفراخ، الديك الرومي والبط والوز وبتوع اللحمه. ايه ده بنشتري اكل هناكله امتى ده كله؟ فاحنا كل ده بناكل الاكل وبنحب قوي بقى معز، الشطه، الفلفل، المخللات، الباذنجان المقلي، حاجات الفلافل المحشيه، حاجات ما نقدرش نستغنى عنها. ده الاكل بتاعنا ده جميل جدا، لا امريكا ولا اوروبا ولا الجن بياكل زينا. بس بقى بيحصل ايه بقى؟ تخش تنام تلاقي ايه؟ نار. دي بقى احنا بنسميها علميا ارتجاع في المريء، جاسترو اسوفجيال ريفلكس سيندروم، وده بيسبب ايه؟ برضو كحة ويسبب حساسية والكلام ده كله. طيب ايه تاني؟ ايه تاني بيهم الانسان الرجل الطبيعي او السيدة الطبيعية بالنسبة للحساسية؟ الحمل، مشكلة المشاكل الحمل. ليه؟ واحدة سيدة واتخطبت وهتتجوز، فبتيجي وهتبقى حامل، تيجي تسأل بقى هو انا اقدر احمل؟ يعني ايه تقدر تحمل؟ يعني البيبي بتاعي مش هيجي له حساسيه؟ اقول لها والله دي حاجه بتاعت جينات، لو جوزك سليم مش هيجي، لو في حاجه ممكن يجي في طفل حاجه، ولو جاء ما في علاج، والاطفال لما يتعالجوا وهم صغيرين خلاص بيخفوا مفيش مشكله. عمر ما حد يقول لحد ما تخلفيش عشان حساسيه، حتى لو حساسيه شديده يعني. طيب هو انا في الحساسيه بتاعتي في الحمل هل هي هتزيد ولا هتقل ولا هتفضل زي ما هي؟ اقول لها ممكن كده وممكن كده وممكن كده. لو هي الهرمونات حسب الهرمونات البروجسترون والاستروجين التوازن ما بينهم شكله ايه، وحسب الدرجه بتاعه الحمل في اول حمل او في اخر الحمل، فممكن تزيد وممكن تقل. طب لو زادت انا هعرف استحمل وانا حامل؟ هتقدري تستحملي. طب هقدر اخد ادويه؟ ايوه تقدري تاخدي ادويه. طب هل في ادويه ممنوعه؟ ادويه الحساسيه بنسميها التعليمات العامة لعلاج الحساسية في الحمل هي هي في العادي، ولكن بعض المضادات الحيوية المسموح بيها هي دي اللي لازم الطبيب بقى هو اللي يقولها، مش أي مضاد حيوي ناخده. وكذلك الحاجات اللي هي بنسميها مضادات الحساسية اللي أنتي هستامين برضو نفس الحكاية، مش أي حد برضو إيه يديها، يمكن حاجات موسعات الشعب الهوائيه مفيش فيها مشكله. ونقول بقى ايه ان امن علاج لعلاج الحساسيه هو البخاخات. بخاخات؟ ده البخاخات ده رعب. ده انا لو قلت لواحده خدي بخاخه تسوق البت مش هتتجوز. لا، البخاخات معموله ليه؟ عشان اقدر ادي بيها العلاج اللي انا مش قادر اديه. لما بقول للست هديكي بخاخه تقول لي هو فيها كورتيزون؟ ما طبعا فيها كورتيزون، ما انا بديها عشان ما اديش الكورتيزون بالحبوب اللي موجود في البخاخه اللي بتستعمل لمده شهر، كميه الكورتيزون اللي في البخاخه تساوي حبايه حضرتك او معلقه من اللي انت بتديه الفينادون والاورازون والمش عارف الزيلون، كل ده كورتيزون وعماله تبلبعيه لاولادك، وده كورتيزون ده بيخش على الكبد وعلى الكلى وعلى كله. اما البخاخه فدي حاجه بتخش مع النفس على الصدر وبتطلع مع النفس، لا تمتص، يمكن 10% بالكتير اللي بيمتص. يبقى البخاخات امنه، بتديها في السكر وفي القلب وفي الكبد وفي الفشل الكلوي، امنه. الناس بره لما نديهم بخاخه يفرحوا، ولو اديتهم علاج طبي يزعلوا، انت ما اديتنيش بخاخه ليه؟ انت مش عارف ان البخاخه امنه وممكن يروح يرفع عليك قضيه. شوفي لدرجه ايه الناس مثقفه هناك. احنا طبعا عندنا يعني الثقافه الطبيه قليله شويه، وادينا بنعمل برضو كل الحاجات اللي بتتعمل دي عشان نزيد الثقافه الطبيه، وطبعا
يعني احنا شاكرين للناس اللي عملت هذا الكلام لاتاحه الفرصه للثقافه الطبيه في كل التخصصات. احسن علاج في الحمل كلمه واحده، اشورنس. يعني ايه اشورنس؟ يعني اطمئنان. يعني ايه اطمئنان؟ يعني لازم الدكتور يطمن السيده الحامل ان حملها في امان، وان هو متمكن من الماده العلميه بتاعته، وان هو بيديها العلاج الصح اللي هو مكتوب في الكتب، اللي هو لا يؤذيها ولا يؤذي الايه البيبي اللي هي يعني حامل فيه. اخر نقطه بحب اتكلم فيها اللي هي موضوع الالتهابات والميكروبات والفيروسات. هل الميكروبات والفيروسات بتؤثر على الحساسيه؟ بتجيب حساسية؟ هي نظريات، في ناس يقول اه في ناس تقول لا، ولكن المتعارف عليه اللي احنا بنشوفه ده في كل الشتاء اللي فات، خصوصا اسكندرية السنة دي كان يعني الشتاء فيها جامد جدا، والناس كتير عيت بفيروسز، جالها فيروسز، مش فيروسز جامدة بقى زي الاتش 1 ان 1 والبتاع والحاجات ديت، لكن فيروس الانفلونزا. بيعمل ايه فيروس الانفلونزا؟ بيجي الانسان بيعمل له رشح ويعمل له صداع وتكسير جسم، وممكن مناعة الجسم تتغلب على هذا الموضوع ويرجع الأمور إيه؟ طبيعية. وممكن لا يتغلب على هذا الموضوع وينزل على الصدر ويحصل إيه بقى؟ كحة وبلغم، دي اللي احنا بنسميها نزلة شعبية حادة، وهي توازي حساسية مؤقتة، لأنه ال 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 أنا آسف لان وهي توازي حساسيه مؤقته، لان الميكروب او الفيروس بيخش على الشعب الهوائيه ويؤثر على الغشاء المبطن للشعب الهوائيه ويحصل يهيجه ويؤثر عليه، بيعمل ديمينيوشن للايه للشعب للجدار ده، فهذا الجدار يحصل له تحسس، يحصل له حساسيه، ولكنها حساسيه مؤقته، قد تقعد اسبوع، قد تقعد شهر، قد تقعد شهر. عشان كده يجي الواحد يقول لك والله انا جالي دور برد وبقالي بكح شهرين. بتكح شهرين؟ اه بكح شهرين، لان هو خد دور برد فيروسي واثر على الجدار بتاع الشعب الهوائيه وقعد يكح، وباخد شويه ادويه شرب وانتي بايوتكس، ولم ياخذ الادويه اللي هي مضاده للحساسيه عشان يخف بسرعه، فمجرد ما بندي له ادويه حساسيه بيخف، وبيبقى فاكر عنده حساسيه وجاله رب وعمره ما هيخف، وبعد كده بينسى هذا الكلام ايه تماما. موضوع طبعا التدخين والحساسيه ده هام جدا، لانه التدخين بيأثر طبعا على المرضى بتاع الحساسيه ويجيب لها ازمات. التدخين بيؤثر على الخلايا الاستكليه بتاعت الرئه، التدخين بيؤثر على الخلايا الرفيعه اللي بتهاجم الميكروب وتضعفها، فالتدخين له دخل في زيادة موضوع الحساسية. وبعد التدخين ده مش سيجارة بس، ده سيجارة وشيشة وكله. احنا لازم نبقى عارفين ان السيجارة فيها 3400 عنصر، والتدخين السلبي زي التدخين الايجابي. احنا بنيجي نقول الناس اللي هي اقل من 18 سنة ما تدخنش، ده احنا عندنا في الكليات والجامعات والمدارس الثانوية اكتر من نص الطلبة بيدخنوا، وحاجات اخرى غير التدخين بيعتبروها حاجات عادية دلوقتي، الماريوانا والحشيش والمش عارف ايه والكلام ده كله. يعني عدد كبير جدا سواء في مدارس الاعدادي، وده يزيد جدا في الثانوي، وده يزيد جدا في ايه في الجامعة. التدخين زي ما له علاقة بالسرطانات وبأمراض القلب، فهو له علاقة بالحساسية. في ناس بقى تقول لك ايه ده انا هشرب شيشة، الشيشة دي مش تدخين. قول له ازاي يا عم الشيشه بالتدخين؟ قول لي ايه ده؟ مش بتعدي على الميه؟ اهي بتشطف كل حاجه وما بخشليش حاجه، ما انت بخش لك ايه؟ هي اول شطفه بس برضه داخل لك النيكوتين والاتران والحاجات دي كلها، وزياده كمان عليها اللي الطويل بتخليك تشفط، وده بقى عبء جامد على الرئتين، زائد الحجر اللي موجود في شوائب. انت بتطلب بقى بيسموه ايه عنب، وفي عنب فاخر، وفي للسيدات والبنات العلكه مش عارف ايه، والبطيخ كل الحاجات دي فيها شوائب وفيها مولاس، بتخلي درجه الاحتراق غير كامله. اذا كان درجه الاحتراق كامله في السجاير من 600 ل 900 درجه مئويه، وده يولد كربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون،
ففي الشيشه درجه الاحتراق من 300 ل 400، وده بتبقى درجه احتراق غير كامله وتولد بالاضافه لثاني اكسيد الكربون او الاكسيد الكربون اللي هو يجري يتحد مع كرات الدم الحمراء ويعمل مركب غير الاكسجين فيروح للخلايا الجسم ايه اكسجين ايه قليل. يعني دي في عجاله كانت ايه كده بعض حاجات اللي جت في يعني في دماغنا على المسببات الحساسيه والحاجات دي. الوقايه منها، الوقايه من الحاجات دي كلها، واعتقد احنا قلناها في السكه واحنا بنتكلم. السوائل الدافيه مفيده جدا، والحاجات الاعشاب مفيده جدا، علاقه عسل نحل على الريق مفيده جدا، البعد عن الروائح النفاذه، ممنوع الحيوانات الباتس تبقى في البيت، ممنوع الشيبسي والبوز والكاراتيه والحاجات دي، العبوا رياضه. الرياضه يعني الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم. وكل سنة طيبين وشكرا جزيلا.